الشارع كله ناس عايزه تنهش في بعض، بشر. حرام لما يترمي زي الكلب او القطه في الشارع ويجرب ويجي له مرض ويجلط وكرح ايه ده؟ ده بني ادم يا جماعه، سايبينه ازاي كده؟ ازاي يعيش كده؟ ازاي اهله يرموه كده؟ ازاي لو هو ملوش اهل ازاي تسيبوه عايش بالطريقه دي؟ لقيت مسن مشرط في الشارع وحاولت ان انا اساعده وما لقيتش اي اوجه رعايه في مصر للفئه دي من الناس المشردين بلا مأوى. فقررت انا ومجموعه من الاصدقاء ان احنا نعمل كيان مخصوص للفئه دي. التفكير كان كله ازاي نوفر لهم حياه كريمه يستحقوها. شفت كل حاجة وحشة في الشارع، الشارع كله حاجات وحشة. عدى الباشمهندس بيعدي كده، راح معدي راح نازل لي وقعد معايا، قال لي تحب تعيش في مكان كويس وتقعد كويس في مكان؟ قلت له أيوه يا باشمهندس، أيوه سيادتك. الأول حموني وشطفوني ونظفوني من الشارع، بعد كده كشفوا عليا، شافوا عندي مرض ولا عندي بتاع الجلطة عندي، بيدوني علاج. عندنا داخل المؤسسة أربع أطباء، دكتور بطنة، دكتور علاج نفسي، دكتور علاج طبيعي، دكتور تحاليل. احنا ساعدنا مئات الحالات، رجعنا 114 حالة لأهليهم لأسرهم. عندنا دلوقتي فرع الدقي، وعندنا فرع سقارة، وعندنا فرع الهرم، وعندنا مركز التصنيف والتوجيه، وبنبتدي ان احنا نفتح فروع اكبر عشان نستوعب حالات اكتر. بنرعى 240، عندنا في المؤسسة 100 حالة، وبنرعى 240 حالة في الشارع لحين توفير ليهم اماكن. وبيرفعوا عننا، بيودونا رحلة، بيودونا البحر، بيودونا ميتلاند دي، بيعزمونا، كانوا بيعزمونا في رمضان يودونا نفطر بره. يعني بصراحه مش مقصرين معانا في حاجه. اتكرمنا داخل مصر من الرئيس السيسي، وبعد كده اتكرمنا من خارج مصر من دوله الامارات. دي حاجه حسستنا بنجاح كبير. والناس دي لازم ارد لها الجميل، ولو هعرق عندهم 100 سنه وهشتغل مش عايز فلوس، بس الناس دي جميلها فرقت، نزي واقفين جنبي بجد. احنا تقريبا عندنا في قائمة الانتظار حوالي 450 حالة، ومحتاجين اماكن ومستحقين، واحنا مش قادرين نوفر لهم اماكن. فانا نفسي ابني للناس دي صرح كبير يستوعبهم كلهم، ويستوعب الحالات على مستوى الجمهورية. اهلينا دول اهلينا بقى، انا ملناش اهل بس دول اهلينا. حسيت ان انا ليا اهل وليا ناس هنا بتهتم بيا. ربنا يجازيكم على اللي انتوا بتعملوه فيا، ربنا يجازيكم كلكم.